زود بقى على الاخبار اللي سمعناها من مينا امبارح. قررت لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره السله اعتبار ان الاهلي فايز على الزمالك في المباراه اللي الغاها يحيى زكريا مراقب اللقاء اول امبارح في صاله 100 عقبه بسبب تواجد جماهير الزمالك في المدرجات ضمن مباريات الجوله 11 للمرحله الترتيبيه لدوري السوبر رجال. طيب في ناس كتير كانت بتتكلم في الموضوع ده، هو ايه اللي حصل؟ خليني اقول لحضراتكم فكره هنا حضور جماهير بيخالف اللوائح اللي بتمنع حضور الجماهير في المباريات، في قانون، في قواعد لازم يتم احترامها. بناء على ده اجتمعت لجنه المسابقات امبارح عشان تبحث موقف اللقاء بعد الغائه، عشان تقرر بقى اللجنه هنا احتساب النقاط او نقاط المباراه للاهلي واعتباره فائز، مع كمان تغريم الزمالك هنا 30,000 جنيه ونقل مباراه واحده خارج ملعبه. بالنتيجه دي نقدر نقول ان رفع الاهلي هنا رصيده ل 17 نقطه في المركز الرابع، وظل هنا الزمالك عند 19 نقطه في المركز الثالث، ويتبقى بقى لكل فريق 4 مباريات في نهائي المرحله الترتيبيه. ده ليه برضو نرجع ناكد تاني؟ عشان حصل يعني خرق للقوانين والقواعد. انت بتتكلم ان ما ينفعش يبقى في حضور للجماهير، حضرتك خالفت ده، لازم يكون في يعني عقاب، فأمر طبيعي أعتقد. وما كناش نتوقع أن حاجة زي دي أصلا مفروض أن هي تحصل من نادي آخر، يعني لأن في مفروض قواعد بيتم احترامها.